ازيك عامل ايه؟ هنتكلم النهارده عن لبس الجامعه. مبدئيا انا مش هقول لك روح اشتري لبس صيفي، واحنا اصلا في اخر الصيف داخلين على الشتاء، والدراسه هتبدا في اوائل الشتاء او في اخر الصيف ما بين الشتاء والصيف، فبديهيا طبيعي احنا هنشتري لبس شتاء. هنتكلم اول حاجه عن ان الدراسه تبدا في الشتاء، بعد كده هنتكلم في لما الصيف يجي في الشتاء يعني. هنتكلم بعد كده عن لو الدراسه جت في الصيف او الصيف دخل علينا واحنا في الدراسه وكده، اللي هو الترم التاني. بص، مبدئيا الجامعه مش عايزه الحاجات الضيقه، ما حبسش ان انت تلبس جينز خالص. جامعه حر ومجهود وارهاق طول اليوم وفرهضه وكده، فانت محتاج حاجه مريحه، حاجه واسعه. بلاش الحاجات القفشه عليك او التيشيرتات الضيقه البناطيل الضيقه، لا خليك في الواسع، خليك في السويت بانس، مريحه جدا وهتعمل معاك شغل عالي قوي بجد. السويت بانس كده وبيبقى واسع، او حتى لو هو ماسك عليك برضو، بس هو فكرة ان هو اصلا بيبقى ميلتون فمريح، مش زي الجينز مش هيتعبك، تبقى واخد راحتك وتتحرك براحتك جدا. فده بالنسبه للبنطلونات. بلاش برضو نفس فكره الجاكيت الجينز او تلبس 50 جاكيت فوق بعض، الموضوع ده مش لطيف. انت بص، خليك في الموضوع القطعه الواحده، يعني يستحسن يبقى قطعه واحده. انت كولد ممكن الهودي من فوق وشروالك اللذيذ من تحت بس. بالنسبه للبنات برضو على فكره ممكن تستخدموا موضوع قطعه واحده اذا كنتوا محجبات او لا. اللي انا بتكلم عليه دوت على فكره هو ينفع الهودي والسويت بانس، ينفع للشباب وينفع للبنات المحجبة برضو، لان هو كده بيبقى بكم. طب ليه هنلبس قطعة واحدة؟ هنلبس قطعة واحدة لان انا بقولك انت يومك بيبقى مليان فرهضة وتحرك كتير، جامعة، محاضرات، مش عارف ايه، فانت محتاج تبقى خفيف، محتاج حاجة تخليك خفيف، مخليك مرتاح. الحاجة طبعا خليك في الحاجات الاوفر سايز، لو انت بتلبس لارج هات اكس لارج، هتكبر منك بنمرة، على حسب انت حابب ايه طبعا. بس انا واحد من الناس انا بفضل اعمل كده، ويستحسن ان انت تعمل كده، تجيب اكبر منك بنمرة او اتنين، وبالذات لو انت بتحب الستايل اوفر سايز فانت كده فاهم انا بتكلم في ايه، عشان تحس ان انت مرتاح كده واخد راحتك والدنيا تمام معاك. هو دي حاجه ما لهاش علاقه بالفيديو بتاع النهارده، بس بالنسبه للناس اللي بتروح اول يوم جامعه دي نصيحه مني ليك. لو هتلبس قميص وبنطلون جينز عليه وهتلبس شوز سبورت، بعد اذنك اقفل الفيديو وما تروحش الجامعه وخلاص، الكوكب كله هيخصمك. يعني بلاش تعمل كده عشان حاجه مش لذيذه جدا. ما ينفعش تلبس قميص على سبورت شوز خالص، يعني الموضوع مش لطيف خالص. خلينا نرجع لموضوعنا. فزي ما قلت لكم، انت مثلا انت خلاص رايح الجامعه، فانت شتا، شنطه الجامعه على ظهرك. لو عايزين تشوفوا الفيديو بتاع شنطه الجامعه هتلاقوه هنا او هنا في الاي، في اي كده هتظهر لك هنا. المهم، فانت شنطه الجامعه على ظهرك، لابس الهودي مثلا من فوق او السويت شيرت العادي او ايا كان، بس هي قطعه واحده يستحسن، والسويت بانتس من تحت. فانت صباح الفل، الدنيا ماشيه معاك زي الفل. ثواني بس، وانت مكشر ليه؟ انا مش قلت لك تضحك؟ انا عارف ان انت عايز تبقى رايح الجامعه ان انت تبقى اشيك واحد في الكون ولابس ومظبط نفسك بقى وخاربها وكده. على فكره هي مش مستاهلة على فكرة خالص. انت اهم حاجة راحتك عامة وانت في الجامعة، وانت في وسط الارهاق والسحلة بتاعت يوم الجامعة وكده. لكن لو انت شخص مكبر دماغك خالص ومبتحضرش محاضرات اصلا، رايح الجامعة عشان تقعد بس كده تتفرج على الناس والناس تتفرج عليك، فلا لا انت حر بجد. البس اللي انت عايزه. لو عايز تلبس قميص على سبورت شوز عادي برضو براحتك، انت صباح الفل كده. انت كده على فكره بقى يا جماعه، انا عايز اقول لكم يعني انت وانت رايح الجامعه انت مش رايح كمبنسكي، يعني عادي على فكره لو لبست كروكس ورحت بيه، لبست السويت بانس ولبست السويت شيرت او اي حاجه بيزك عندك ورحت بيها عادي، انت محدش حتى لو حد ركز معاك او بص لك او ايا كان، انت محدش حاجه عندك. ده مبدئيا يعني مش معنى كده ان انت لابس مقطع، مش معنى كده ان انت جاي من الشارع. مشكله الناس دلوقتي ان بتحكم على الشخص من اللبس او من مظهره، مع انها مش مبدا خالص. بس نصيحه مني، اهم حاجه اوعى تلبس شورت وانت رايح الجامعه، لانك كده كده مش هيدخلوك من البوابه اصلا. في بعض الجامعات بتسمح بالبناطيل الجينز المقطعه، بس اكتريت الجامعات ما بتسمحش بالموضوع ده. وبرده هقول لك تاني، اوعى تلبس شورت من على بوابه الجامعه كده وانت هتلف وترجع تاني على البيت. مش مصدقني؟ عادي جرب، بس خد معاك في الشنطه بنطلون، لانك كده كده هتغير. بس يعني اظن كده احنا اتكلمنا في الحاجات المهمه جدا في الموضوع دوت، اللي هو لبس الجامعه وتلبس ايه اللي هيريحك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. لو حابين نعمل فيديوهات تاني وسلاسل تاني عن الجامعه وعن كل حاجه في الجامعه، اكتبوا لي في كومنتات تحت. واستنوا قريب جدا فيديو عن اول يوم جامعه وتعمل ايه في اول يوم جامعه. اخر حاجه عايز اقولها، لو انت اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب للشانل، لايك، كومنت. لو انت عايز تبعنا على الانستجرام هتلاقي الانستجرام بتاعي تحت في الديسكربشن بوكس، خش اعمل لي فولو على الانستجرام وبس كده. لاخي دوبست زوشون.